جاب الانطلاق يمشي زحفلي يتقدم محمد الزحفلي كرة السعودية خريبين والدفاع مباراة بين أقوى هجوم في البطولة 28 جول فريق اليابان أوراوا وأقوى دفاع قبل كان 11 الهلال الهلال اللي هو أكثر فريق عمل كليشيه حذاري رافا سيلفا خطيرة عرضية ما يضربش يضرب جول 1-0 للفريق الياباني يا سادة 1-0 في وقت الكلام على نظافة شباك وعلى قوة هجوم خطا وارتباك دربك وبلياردو والفريق الياباني يعبر ويسجل ويسجل الأهداف 1-0 للساموراي الياباني وإصابة لكارلوس إدواردو بداية صعبة بداية ضاغطة الهلال جاتوا للكرات والياباني بواقعية العادات يسجل هدف سيحسب في الميزان مهم جدا لفريق النيبان 1-0 رافائيل سيلفا كنت حذرت كنت نبهت كنت تكلمت على هذا البرازيلي أرقامه غريبة غير عادية لاعب مش عادي سجل 7 أهداف في 8 شوطات ويسجل 8 من 9 أي حظ وأي تمركز وأي قوة وأي حضور وسرعة بديهة للبرازيلي رافائيل سيلفا 1-0 لبطل اليابان ولكن لم تنتهي بعد فالتاريخ يحفظ من الذكريات الهلالية قدام الأندية اليابانية الشيء الكثير مباراة الآن سنختبر فيها قوة الزعيم على تحملها فرد هو خطى مجموعة ترجع الكرة لأنه من البريك بدأت وقت ربي سيلفا يبدأ الخطأ الأول يمشي الدوسري يلعب يا الدوسري اضرب وخريبين يوصل لتماس رمية جانبية عندك عندك الكرة عندك عندك الهلال يكتسح ولكن اعطيني كرة بالشبكة ترجع الكرة واحدة واثنين تمشي كرة طويلة نفس الطريقة يضرب الراس اضرب 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 جول 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 يا خريبين جول جول يا ملك الجول جول واحدة عداها واثنين قهروا والثالث دمرهم 1-1 عمر خريبين 10 اهداف في البطولة 1-1 عمر خريبين قتلك جايين الزعيم جايين الهلال ناويين باغين شاهين منورين متطورين في كرة هجومية ولا أروع مرت الأولى عكست الثانية رفضتهم الثالثة قتلهم الرابعة لا الخمسة بالقوة تدخل بالشبكة تدخل في نيشيكاوا تدخل التعادل يا هلال التعادل يا هلال أدهم المخدمة عربي لعربي غلبوا الروح وشلبوا الدم قالوا يا خريبين لماذا تنزع القميص افرح ولكن بدون نزع نزع اظافر نزع اظافر عذاب ولا عذاب خريبين يعذب اليابانيين شوف الكرة شوف اللفة شوف حتى شوف حتى بساقيه حتى برجليه ادخل ادخل مر يا مرتكي فانطلقي في مرمى نيشيكاوا واحد الهلال واحد الروى الزرقاء ترجع للحمراء السادة هدف لهدف يا الرب انذار مستحق انذار مستحق شرف ياش ميسز نيكست ماتش رد